تعسر يا سلام عبر لا شوف انه وين عصت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتنا من جديد، قناة مو جيم نيو. اليوم جبنا لكم لعبة جديدة اسمها ريس أب، طبعا يمكن يعني بمعنى البالون، يعني بمعنى هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا مو بالون؟ بالون اتوقع بالون هو نفسه بالون بالانجليزي. انت تتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي ابو حميد. المهم لكن هو يعني عبارة اللعبة عن بالون يصعد للاعلى ويوقع عليه اشياء، انت لازم تحمي هذا البالون ويبقى يصعد الى لا اعلم الى متى يصعد، لكن يبقى يصعد يصعد يصعد، وكل ما صعد طبعا تزيد الصعوبة. خلينا نشوف هذه اللعبة ونشوف شلون نقدر نفوز. صايا ما بيها فوز، ما ظنيت بيها فوز، هيك العاب ما ظنيت يحط بيها فوز. طبعا نصيحة للي يريد يلعبها، لازم يستخدم القلم، لا تستخدم اصبعك، من تستخدم اصبعك ما راح تقدر تسيطر على اللعبة. طبعا خلينا نبدي بداية. عندك لي فوق هنا لي فوق، المسافة اللي عبرها هذا البالون. طبعا شوف هسه مثلا انا يا تش تش واو، هسه انا صديت هاي اول اوهو والله هذا يعني المعلومه اللي راح انطيكم اياها انه كل ما تعيدها تتغير المراحل. يعني انا اول مره تطلع لي هيك شيء فما كنت اعرف شنو اسوي به، حتى رديت قبل اذبه لكن جت الطبب الصغيرة وفتهمت السالفة. طبعا هي مثل ما مبين فوق هي 45 مرحلة، لكن تتوقع انه انت تقدر توصل 45 تكمل 45؟ واريد يعني شغلة واحدة اعرف اللي يوصل 45 يعني شنو وراها؟ شنو راح يصير مثلا اذا وصل 45 مرحلة؟ خلينا نشوف. طبعا هي اللعبة ما بيمكن يعني يمكن انما اكيد انه ما بها وحوش ولا شيء، مجرد هيك لعبة. شوف هسه راح تبدي صعبولة كبيرة. ايه زين شوف 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 يا والله راح يحطوا لي بمكان. طبعا المشكله ايضا يعني نعيدها، هذه ما تتحرك بسرعه حركه اللي انت قاعد تشتغل بيها. اوه شوفها شوفها شوف اللهم يا ربي يا رسول الله. طبعا هاي كلمه بالتركي بانجليزي دي يا مرسي. نعيد ونجرب ونعيد. طبعا هي استعراض للعبة، نشوف وين نقدر نوصل. طبعا رقم واحد الله ما ظنيت انه راح نقدر نوصل بعيد. نحاول هالمرة بهاي الطريقة. يا سلام هاي شنو هاي زب على صفحة يا دليل الزرق اللي زي كل الصباع. والله صعبة هسا نكمل. طبعا نشوف هسا طبعا اكو طريقة ثانية للعب هي هذه الشمس. طبعا هاي معروفة هذني الشغلات، هذا يحكي لك عن اللعبة شلون تستخدمها وشلون تحرك وما ادري شنو. شكرا المعلومات القيمة. خلينا نلعب هذه الشمس. طبعا الشمس هذه يقول لك هنا تقدر انه بدل ما يخلوه مرحلة تعبر هاي لا انا سدعك فوق. هسا عندنا المرحلة من الواحد للاثنين، نجرب نعبر من الواحد للاثنين. الله انا ما خايف الا من اللي راح يجي فوق. والله عرفت يا اخي يسد لك اياه فوق بعد، يعني شو تسوي؟ اللهم يا ربي شوف هاي النار. شوف 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 نعيد. طبعا لازم لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. نفسها معقولة يعني والله مو معقولة اذا جابوا لي مرة ثالثة الا افوزها. ما جاب اخر هيك اخلص من عدو فضاء. لا والله لعبه مجنونه. طبعا هاي كان المفروض انه ما اذبه. ها طبعا هاي سهله، هاي جاتني قبل صراحه، راح يطقوا لي اياها. هذا ليش ما ابقى محافظ؟ ذبه 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 ذب معد روح عاد يا اخي، عبالي والله ابقى محافظ عليه يعني مود يعني يكون درع للنفاخه، لكن بالاخر طلع. شوف هذه المفروض هيك تسويها هيك
يا اخي دي كاف دي اوقع. يا سلام خلصت منها هسه. جتنا هاي الثانية. يلا 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 يلا، نحن لها نحن لها. يلا ذبها 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 ذبها. اوه شوف وين وصلنا، ردنا نوصل معها الثانية. شوف هاي النوبة، شوف هاي النوبة، شوف شوف. الله لعبان نفس، نجرب من جديد، نجرب. شنو هذا؟ يا خافه. شنو هاي؟ شمرة عليه رقية على النفاخة وطقوها. الله ما يصير. شنو يعني هسه هذه؟ الصراحة يعني من صدق تنرفزك هاي اللعبة من تلعبها. اللي حابب انه يتنرفز خلي يجربها. شوف شوف شوف، مجرد انه اعطيكم هاي الفكرة. الصراحة هيك تعبرها، لان انا عابرها، يعني اعطيك فكرة انه على مود تعبر هاي المرحلة. يعني حلوة هاي الحركات، بس خلي هسه نجرب. يعني لازم نوصل اثنين يا اخي، يعني مو فرد نوب سديتوها. هاي وخرها هيك، هاي جيبها هيك، هاي وخرها وخرها، هاي الكبيرة الكبير الكبيرة. يا اخي شنو النرفزة هاي؟ نوبة طبعا. والله هاي مو تاريتها راحة، هاي الدولفينات تاريتها مو راحة. شوف والله عرفتها، والله عرفتها، اقسم بالله عرفت. يعني هاي متعمد انه يخسرك. اخرى 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 هذا هيك، بس اخرى بس وين، بس ده سووا له مكان ده يعبر. المهم احنا يعني تقريبا اذا ما اذا قدرنا نعبرها. طبعا انا للعلم والمعرفه انه هاي لعبتها من قبل، وقدرت اعبر المرحله الاولى هذه يعني من واحد لاثنين، وما قدرت اعبر من اثنين لثلاثه. لكن شلون عبرتها؟ والله هذه الشغله الوحيده اللي ما ادري شلون عبرتها، ولا راح اعرف شلون عبرتها. يابا شلون تنرفز. انا ما ترجعت هاي المرحله هيجي. يا سلام يا الله، اول مرة جتنا هاي البنية. والله يعني مو بس صعبة، انما اصعب من الصعب. والله صعبة كل. اوه 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 شوف 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 شلون يشمرون علي. اوه لا، طبعا اعطيك معلومه، هاي شباب هاي الشيء تفترها اللي هسه قبل شويه كانت هم رجعنا على هاي المرحله. يعني هاي ايش كم مره قاعد يعيدونها وقاعد نخسرها، يعني على ايش يعيدوها ما تدري. يعني هي والله وحده تكفي، يعني اثنين حيل زاده، تسوي ثلاث وحدات وحده فوق اللوخ. هي ما تخاف الله، ما تقول الناس قاعد تتعب يلا توصل. انا احس انه ماكو جاذبية بهاي اللعبة، او الجاذبية حيل ضعيفة. خلينا نشوف. الله شوف 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 شوف. يا سلام اخرى الرقية، كنت اكره الرقيات من ذيك الحركة اللي سواها. ايش نهاية النوبة واخر. لا لا تلعب، لا تلعبون هيك لعبة سخيفة. ابعد ابعد ابعد. يا الله عبرنا عبرنا من واحد لاثنين. جت هسه مرحلة من اثنين لثلاثة، اللي يقدر يفوز ابو سبع. نجرب نجرب حظنا. شنو هاي النابة دي؟ وخر 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 يا حج وخر. الله اكبر عليك، ايه الحلاوة دي، ايه الحلاوة دي. يا الله شوف شلون وقعت. ام زين عبرنا. يلا يلا من ثلاثة. لا هذه اللي راح تخليك تخسر. اذا ما اخسر ما ارتاح. خسرت. الله عرفت، يعني حاط لي يعني النار النفاقة ما تقدر تحرك، توخرها يمنى توخرها يسرى. عرفتها والله، عرفتها السالفة.
عرفت؟ لا تلعبون هيك، وخر يلا جهال عبالك، وخر هذه لان راح تصير تع والله هذه اتعس يا سلام عبر. لا شوف انه انعزلت. طبعا هاي اللي كان عندنا اليوم، هاي الحلقة ان شاء الله عجبتكم، ونتمنى انه تراجعون الحلقات اللي مضت، واذا عندكم اي اقتراح على اللعبة شيرونا بالكومنت، ولا تنسوا لايك واشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.